وبمقر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. تسلم اليوم سيد علي زروقي مهامه وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مراسم استلام المهام جرت بحضور إطارات الوزارة. وشاكر للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لوضع الثقة في شخصي وتعييني على رأس هذه الوزارة. هذه الثقة تضع على عاتقي مسؤولية كبيرة، وأعد أنه سنكون أشتغل بجهد وكد ولن أدخر أي مجهود في خدمة الوطن والمواطنين وتقديم خدمات أحسن في البريد، مواصلات والتكنولوجيات الجديدة.